الألعاب العالمية أبو ظبي 2019 وزيادة التوعية والتثقيف المجتمعي حول أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية وكيفية إشراكهم ودمجهم بمختلف مناحي الحياة. أرحب بواحد من الأسماء الشهيرة في كرة السلة الإماراتية عبر تاريخها ونجم منتخب الإمارات سابقا السيد حمدان أو الكابتن حمدان السعيدي. مرحبا بك يا أخوي. يا مرحبا. وطبعا والترحيب ممتد إلى الكابتن عمر المسكيني مدرب منتخب الإرادة للتجديف الحديث. يا مرحبا بكم معنا. طبعا بنتكلم عن أن أبو ظبي دخلت جميع الرياضات وكل مرة تستقطب رياضة جديدة وكل رياضة أميز عن الثانية، لكن هذه المرة دخلت يعني الباب من أوسع أبوابه واستضافت بطولة عالمية مثل بطولة الأولمبياد الخاص. في نظركم شو رأيكم في هذا الشيء؟ اللي بيجاوبك في البداية أشكركم على الاستضافة وأشكر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على اهتمامه في استضافة هذه الأولمبياد، الأولمبياد الخاص ولأصحاب الهمم، وخاصة استضافة هذه الأولمبياد تزامنت مع عام زايد للتسامح، وهو العام وعام التسامح نعم، وهو العام اللي الإمارات كلها محتفلة فيها وسعيدة في هذا العام كونه يرمز لسيدي صاحب السمو رحمة الله عليه الشيخ زايد بن سلطان. الحمد لله نحن فخورين وسعيدين أيضا كرياضيين أن هذه البطولة الآن في دولة الإمارات مستضيفتها، وأتمنى إن شاء الله تكون استضافة طيبة ومشرفة لجميع الخليجيين والعرب والعالم أيضا، ولنا نحن كإماراتيين، بالإضافة الله يسلمك أن نحن نرحب بالضيوف اللي راح يشاركون في هذه الفعالية أو البطولة واللاعبين، ونتمنى لهم إقامة طيبة أيضا في دولة الإمارات وسعيدة إن شاء الله. وكابتن عمر شو رأيك في أن أبو ظبي ستستضيف هذه البطولة عنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر قناة أبو ظبي الرياضية على الاستضافة. فعلا أنا محظوظ كوني مدرب فريق إماراتي أصحاب الهمم الحالة الذهنية. أنا متواجد في البطولة وهذا العرس الكبير، العكس للشرف كبير. نعم. إذن كابتن حمدان مثل ما شفنا جميعا ما شاء الله الشعلة قاعدة تطوف من مكان لمكان، والحين وصلت محطتها الثالثة اللي هي أم القيوين. طبعا هذا يدل على ان البطوله خلاص قربت. شو شعورك بهالشيء؟ والله انا كرياضي وكشخص مشارك مع زملائي ايضا في بدايه شعله ابو ظبي، فخور في ان البدايه قربت، والحمد لله احنا كفريق عمل موجود في هذه البطوله جاهز للتنظيم وجاهز لاستضافة جميع الألعاب، وهذا شيء طيب أن نحن عندنا الجاهزية بهذه التقنية العالية، والحمد لله مو غريبة على دولة الإمارات. صحيح. واستعداداتنا ما شاء الله صار لها فترة طويلة، يعني خاصة الفريق العمل اللي اشتغل من بداية الملف الأولمبي حتى الآن، والحمد لله إن شاء الله راح مشاهدينا اللي راح يشاهدون هذا الحدث عبر قنواتكم إن شاء الله راح يستمتعون في الأنشطة الرياضية سواء في كل الإمارات أو في جميع الملاعب اللي حددت فيها المسابقات إن شاء الله. كان فرصة سعيدة بالنسبة لي أن أتعرف على مبارك لاعب منتخب الإمارات لأصحاب الهمم، وبدينا بالمشاركة في ممارسة كرة السلة وتعليمه في بعض المهارات اللي يحتاجها إن شاء الله في البطولة، واللي تساعده إن شاء الله أن يحقق لنا النصر في البطولة. أنا تعلمت أني جديد لعبد الله حمدان. هذا واجبي وواجب كل إماراتي أن يكون
واقف مع اخواننا اصحاب الهمم ودعمهم. مبارك لاعب جيد راح يساعد الفريق على تحقيق الانتصار. والامارات لما تشوف يوم انا يلعب السله يريدوا انا افوز ميداليات ذهبيه.